السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معكم أخوكم ركان، قناتكم جيمز هنتر. اليوم جاكم في حلقة جديدة، جيم بلاي جديد من لعبة سبنترز. طبعا معايا اليوم مود الهايلوكس 2011 إذا ما خاب ظني، مواصفات أمريكية. طبعا هذا الفيديو عادة رفع لأنه كان موجود من زمان على القناة القديمة، لكن وجميع فيديوهات سبنتيز إن شاء الله بقوم برفعها أول بأول إن شاء الله. فطبعا الرابط، طريقة القناة إنه الرابط حق المود يكون في الوصف، وتركبوا على لعبة سبنتيرز الديمو، لأنه هذا إصدار، في إصدار نزل جديد في ستيم أصلي $30، بس ما عرفت شلون أركب عليه المودات. فأنا من أساسي من زمان أركبها على إيش، على اللعبة التجريبية اللي هي سبنتيرز ديمو إصدار المطورين الدف. تلقون بحط لكم الرابط في الوصف، موجود في موقعهم، موقع سبنتيرز. فخلينا إيش قبل ما نجربها نضبط وضع النهار او شيء زي كذا. فك الجلنط. ونجرب الونيت الهايلوكس مرة ثانية نفس الطريقة اللي تعودنا عليها في القناة القديمة. طبعا شغل الدفع الرباعي، دفلوك يعني تشغله اذا زي كذا تقروشت في حفرة ولا شيء. فالكيو يشغل الدفلوك، عفوا حرف الاي يشغل الدفلوك يسكره، والكيو يشغل الدفع الرباعي ويرجع. مع العلم انه لو اكتشفنا طريقة نركب فيها المودات على اللعبة الاصلية بننزلها ان شاء الله. شغل لمبات حرف الاتش. شايفين على الهايلوكس كيف، فمواصفات امريكية، هذا ما هي مواصفات خليجية. لكن هذا اللي لقيناه، ما لقينا شيء ثاني. اي شيء نلقاه ان شاء الله مودات بنزل. انا برجع ارفع الحلقات مرة ثانية مودات، لانه يمكن في ناس كانوا يعني يتابعون القناة القديمة واستغربوا انه كيف الفيديو هذا جاء مرة ثانية. طبعا المنطقة هذه شديدة مع الدفلك ومع الدبل، ويلا يلا نمشي. طبعا صوت الإضافة هذا، صوت السيارة، ما هو ذاك الصوت، ما هو الصوت الحقيقي، بس انه ايش، اهم شيء الشكل. نحاول نطلع من هنا. أخيرا افتكينا من ذا المكان. الحين بنحاول ننزل من ذا المكان ونروح على الساحة اللي تعودنا دائما نروح لها. هنا زي ما شايفين أداء الهيلوكس في المكان ذا معصلج على قولتهم، بس بحاول أطلع من هنا. الطعوس هذه يبغى لها صبر.
طبعا في الوصف تلقون رابط تحميل المود، وبرضه كيف تركب المود تلقى برضه فيديو، رابط فيديو يوريك كيف تركب المود. ان شاء الله بحط لكم بعد رابط شو اسمه ذا، تلاقون برضه في الوصف رابط تحميل اللعبة، نفس اللعبة دي. مع العلم مثل ما قلنا انها موجودة في ستيم، $30 نزلت واخيرا فيها اونلاين، بس المشكلة ما عرفت كيف اركب عليها المودات هذي، لان السيارات اللي فيها سيارات هم حاطينها على كيفهم، مو حاطين السيارات يعني الحديثة هذي، حاطين سيارات شاحنات وشي زي كذا يعني. نطلع من هنا. روح روح معلق والله. يا سلام عليك الهيلوكس، كفو على الساحل الحين نجرب الاشياء. اللي اول مره يشوف الفيديو او يشوف القناه، ان شاء الله الفيديو ذا والفيديو السابق اللي نزلناه برضو في السلسله برضو عن سبنتير، نزلنا لاند كروزر. ان شاء الله انه ايش يتعرف على الطريقه كيف. اذا عجبكم المقطع على طول لايك ونشر ذا عشان نستفيد منه اكبر قدر ممكن من الناس. انا دائما نجي بالجهه دي، نطلع الطلعه هذا لفوق. وننزل ونرجع قاعده قبل الظلام. ما جربناها صح، نجربها صح. سلام عليك يا شيخ. اوه الذئب، كفو. طيب لا تحمس، نشوف المطبات اخر شيء. آخر شيء نرجع البيت سالمين غانمين. الليل طبعا مع الطريق ذا. فك الدفلك عشان يسرع. المشكلة فكاد دفلك يقوم ينطل ذا، بس انه يعني هذه قاعدتنا وصلناها اخيرا مع الهيلوكس. دبل كاب او غمرتين على قولتهم. 2011 هذا ولا 2010 والله مدري، ما هو واضح من صاحب المود. المود والمودات كلها بنزلها ان شاء الله في الحلقة من رفع الخاص، سبق وكانت موجودة في القناة القديمة قبل ما تهكر. هذا قناة جديدة، قاعد ارجع ارفع المقاطع والاشياء هذه اللي تعود جمهورنا انه يشوفها. اتمنى الحلقة ان شاء الله عجبتكم، تحياتي لكم جميعا، كان معكم اخوكم ركام قناتكم جيمز هنتر، اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامة.